السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حلقة جديدة من قناة أحمد توكسس جيمينج. النهاردة هنكمل سلسلة اكسترا كرافت في لعبة ماينكرافت القديمة، وتوكسس رجعت من جديد وبتقول لكم أهلا بيكم أعزائي المتابعين. ويعني السلسلة دي طلبت كتير مني بعض نوعا ما، فقررنا نعملها. يلا يا توكسس. طبعا توكسس بتقول لكم رمضان كريم، و طبعا يعني مش عارف، ولكن بتقول لكم رمضان كريم. حطيت الدايموند بتاعها هنا اللي احنا جبناه في اخر حلقة، الحلقة اللي كانت محمولة تقريبا من شهر او من فترة زمنية معينة. طبعا ده مخزن كان، وفي سريرين هنا سبحان الله، وفي هنا البسين. خلينا نطمن على المحاصيل. طبعا المطرة بتنزل، فأكيد يعني المحاصيل هتكبر. وننزل في البسين نعوم شوية. ايه بسين الغلابة، يلا بينا نطلع. طبعا عايزين نعمل حاجات النهاردة كتير، فبإذن الله نعمل حاجات. طبعا تتقس لما تتجمع بالشوبن. أنا طبعا بقالي مدة ملعبتش اللعبة، فناسي كتير. يعني مش عارف هعمل ايه بيها في اللعبة، بس حتى ناسي مكان الكهف يا شباب. فانا مش عارف بقى، يعني بقيت نوب في ماينكرافت مش بعرف العب. خلينا ننزل الكهف ده نجيب شوية حاجات ايرون ولا حاجة، بس احنا معانا 58. خلينا نجيب ستاك او نقفل ستاك شباب اعزائي المتابعين. سلام. ننزل عايزين نقفل ستاك ايرون. ايوه دي السلام. نرجع تاني نحاول نطلع يا شباب، ويا السلام اخيرا طلع. نجيب ايرون مان. ايرون مان ازاي نجيب ايرون؟ ويا السلام ويا السلام، قفلنا ستاك ايرون رسميا. ويا السلام نجيب، ايوه ستاك ايرون، قفلنا الستاك رسميا. ويعني مفيش مبروك يا شباب، مبروك. طبعا معظمكم بيقول مبروك يا شباب. طبعا شكرا لكم اعزائي المتابعين، وعايزين نوصل 300 مشترك قبل نهاية رمضان ان شاء الله. يعني نوصل 300 مشترك في اقرب وقت باذن الله. يلا بينا نطلع من الكهف. جمعنا شوية ايرون. عايزين بقى نعمل ايه يا توكسس؟ طبعا توكسس مش عارف راحت فين الحقيقة، بتاع فرن طريق. يا توكسس بتعملي نهر؟ توكسس بتعمل نهر، هنسميه ايه؟ هنسميه نهر ايه بقى؟ اقترحوا علينا اسم يا شباب. وطبعا شكرا لكل المتابعين اللي قالوا كل سنة وانت طيب على رمضان. طبعا منهم مصطفى جيمينج، يعني هو من اول الناس اللي قالوا، هو وأخوه محمد جيمينج أو محمد ماينكرافت، الاسم القديم طبعا للقناة. طبعا يعني قناته حلوة جدا يا شباب، هو مصطفى جيمينج. يلا بينا نكمل. عايزين نعمل زي مزرعة قصب. ايه رأيك يا توكسس؟ ماشي. عايزين نزرع برضو شجر. مش عارف احنا معانا كام، معانا انا معايا 5. خلينا نجرب ازرعهم. معاكي كام؟ معرفش بقى توكسس معاها كام. ويلا بينا نكمل نزرع. 1 2 3 هنا تمام، وعايزين 4 هنا، وكمان 5 هنا. خلاص كده زرعناهم، وكده عملنا زرعنا شجر. طبعا توكسس اقترحت فكرة حلوة شوية. Do you have bucket؟ معايا باكيتين، بس معايا 2 فاضيين اهو. خلينا نديهم لتوكسس. 1 2 3 خد يا توكسس. طبعا توكسس بتعمل نهر جديد، خلينا نوصله بحتة جديدة. تمام والله نهر كويس كويس كويس. خلينا نجيب بوكيت مية. باكيت مية، نسينا ماينكرافت يا شباب. طبعا يعني لو عايزين مثلا سلسلة فيفا موبايل او كده، هعملها لكم بإذن الله. طبعا ألتيميت تيم،
فاكرين الشباب التيمت تيم اللي احنا كنا عاملينه فيفا 22؟ تمام، احنا هنكمل عليه، لسه الحساب موجود يا شباب، فما تقلقوش يا شباب، هنكمل في السلسلة، وبإذن الله الحلقة التالتة ممكن تنزل لكم في أقرب وقت. تمام، يعني الحلقة دي هتكون بسيطة، خفيفة كده، يعني حلقاتها هتكون خفيفة إن شاء الله. وهنعمل برضو لو عايزين نعمل سلسلة رمضانية في مالتي كرافت، قولولنا في التعليقات أو أي لعبة تانية. تمام، تمام. المطرة وقفت والزرع كبر ما شاء الله، طبعا في شجر لسه، معرفش الشجر طلع ولا لأ، بس تمام. خلينا نروح نجيب نجمع خشب ونكمل السلام. نطلع تاني، عايزين انا نفسي نلاقي قرية ولقينا كهف جديد، بس ده شكله مش كهف، ده لا ده كهف حلو بس مفهوش حاجة غير شوية ايرون، بس خلينا نجمعهم ونمشي. سلام عليكم. السلام السلام، لا ده كتير، خلاص خلينا، اصل ايرون بكاكس كمان هيخلص، وانا مش عارف هنتوه من المكان ولا ايه. ادخلي يا توكس اس، طبعا توكس اس خرج، جيت من السيرفر، طبعا مش عارف خرجت، ايوه خرجت. ادخلي تاني يا توكس اس، لازم اخيرا دخلت. طبعا عايزين نفتح الاوضه على المخزن او المنزل بتاعنا او البيت بتاعنا يا شباب على المخزن، بس ازاي هنعمل خطة مهندسين؟ يا سلام، خلينا نشوف المقاسات ونعرف احنا هنعمل قد ايه، بحيث برضو نكبر البيت. ممكن نخليه بس سنة، ممكن نخلي بس ايه سنة، بس سنة تبقى خطة محسوبة، مش عارف هتتحسب ازاي، بس لا خلاص فكرة، يعني هتاخد وقت مننا، بس هنحاول ان شاء الله. طبعا توكس اس تعمل على انشاء النهر بكل جد واجتهاد، فبرافو عليك يا توكس اس. طبعا احنا كان معانا 2 دايموند، يا سلام. خلينا نعمل شوية حاجات من او في الكرافتنج تيبل ونخزن ادوات، مثلا 34 دول نخزنهم، يعني كل ده ما راحتش غير واحدة، ايوه تمام. وحط الحاجات اللي ملهاش لازمة دلوقتي، الفلين تشيلها. خلينا نشوف احنا ممكن كنا نعمل اللي هي الولاعة دي ولا، بس مش هتشتغل الولاعة، مش هتشتغل يا شباب. معانا 2 دايموند، ممكن نعمل سيف، بس لا خلينا نشوف لو اللعبة حطوا ادوات جديدة حتى، ده ما نعرفش. طيب تمام، الانفل اهي، وده مش عارف، لكن اللعبة ما حطتش حاجة. ده الهوبر برضو، لا احنا ممكن نعملها بس هتبقى رخمة شوية. خلينا نعمل بكاكس جديد، خلينا نعمل الاول ده ستيك وتمام. خلينا نعمل بكاكس جديد بدل البكاكس البايظ بتاعنا ده، تمام. وممكن حلقتنا تقف لغاية يعني كمان، يعني ممكن نخلصها يعني، ولكن بعد فترة قليلة، عشان يعني نبقى حلقات رمضان هتبقى حلقات بسيطة كده خفيفة، عشان ما تملوش منها يا شباب. يلا بينا. طبعا توكسيس معرفش هي بتعمل سد عالي ولا بتعمل ايه بالظبط، بتعمل ايه يا توكسيس؟ تقريبا توكسيس بتعمل زي محطة. طبعا توكسيس مش عارف هي فعلا بتعمل محطة او لا، ف اكتبولي في التعليقات برضو انتوا عايزين نلعب لعبة ايه، يعني مثلا فيفا موبايل. بإذن الله دي حلقة تنزل فيها توكسيس. طبعا توكسيس بتقولنا لازم ننام وتصبحوا على خير يا شباب، ننام على خير، و يعني لازم السحور الأول، وعشان احنا الليل ليل خلاص لازم نفطر. يلا بينا، الأذان أذن، يلا بينا ناكل. فين الأكل؟ لا خلاص، ايوه مش هات اكل، ناكل كده في رمضان، رمضان
طب يلا ناكل. ما ينفعش، خلاص خلينا ننام وتصبحوا على خير يا شباب. صحينا من النوم يا شباب، احنا دلوقتي نايمين، صحينا من النوم ولكن السحور فات علينا يا شباب. لا يا شباب، هنضطر نشتغل عشان نكسب و يعني نجيب حاجات اكتر. ويلا بينا يلا بينا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، خلينا نكمل نروح الجزيرة التانية دي ونعمل رحلة استكشافية. تمام، ونعمل رحلة استكشافية، وممكن حلقتنا تقف عندها النهاردة ان شاء الله. طبعا وفيفا موبايل بإذن الله ممكن تنزل لكم النهاردة. هنعمل حاجات جامدة جدا بإذن الله. جزيرة فاضية جدا جدا جدا، ونروح لتوكس اس عشان نختم الحلقة بتاعتنا النهاردة. طبعا توكس اس بتقولي خلينا شوية يا احمد يا توكس اس. تمام ماشي، تخلينا شوية دقيقة او حاجة، خلينا نشوف توكس اس بتعمل ايه. يلا بينا يلا بينا يلا بينا، وعايزين نعمل رحلة الى المحيط. طبعا المحيط اعتقد هو هناك اهو، خلينا نعمل، نبقى عايزين نعمل رحلة استكشافية داخل المحيط. طبعا عايزين غواصات و حاجات العوم، ولكن ماينكرافت مفيهاش الحاجات دي للأسف الشديد. كنا هنعوم يا شباب ولكن مفيش. طبعا خلينا نشوف توكس اس تعمل ايه، وهن يعني الحلقة هتكون إنشاء نهر جديد، ويعني ممكن نختم الحلقة على كده على النهاردة. وبإذن الله ممكن بكرة إن شاء الله حلقة جديدة تنزل لكم. إيه ده يا توكسس؟ تمام، بإذن الله بكرة حلقة جديدة تنزل لكم. وبس كده، ده كان كل الفيديو. وتوكسس بتقول النهر يعني سموا النهر ايه. طبعا توكسس بتقول لكم سموا النهر ايه، يعني هنسميه ايه بقى يا شباب؟ يا ريت تقترحوا علينا في التعليقات. وبس كده، ده كان كل الفيديو. تعالي يا توكسس قولي كلمتك الأخيرة، وما تنسوش تحطوا لايك والاشتراك، وخلونا نوصل 10 لايك النهاردة. وطبعا يعني بإذن الله لو الحلقة عجبتكم قولولي، وهننزل لكم الجزء السابع قريب بإذن الله. ده كان الجزء السادس، وكان معاكم أحمد توكسس جيمنج وتوكسس. طبعا توكسس بدل لكم لايك واشتراك. وبس كده، ده كان كل الفيديو، وأشوفكم في حلقات قادمة بإذن الله من قناة أحمد توكسس جيمنج. و سلام عليكم.